محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نرفع أسمى آيات العزاء لمقام مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، ولمراجعنا العظام في ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم الصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام. هذه المرأة العظيمة التي يحتار المرء في وصفها والكلام عنها، فكيف لنا أن نتكلم عن شخصية ولدت في بيت لا مثيل له في التاريخ، في كل تاريخ البشرية، حتى في تاريخ الأنبياء لم يشهد مثيلا لهذا البيت التي ولدت فيه زينب. فالجد معصوم، والوالد معصوم، والأم معصومة، والأخوة معصومون. هذا المثال والبيت لم يوجد حتى في بيوت الأنبياء، لم يسبق في بيت أن اجتمع هذا العدد من أهل العصمة إلا في بيت علي وفاطمة. انظر إلى حياة كل الأنبياء، إلى حياة رسول الله، هل اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه أحد يعني زوجة معصومة؟ لا، لم يجتمع ذلك إلا في بيت علي وفاطمة. كان الزوج من أهل العصمة والزوجة من أهل العصمة، والأولاد أيضا من أهل العصمة. كيف نتكلم عن شخصية ولدت في أهل بيت طهرهم الله في كتابه العزيز؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نشأت عقيلة بني هاشم الطاهرة الكريمة في حضن النبوة، ودرجت في بيت الرسالة، رضعت لبان الوحي من ثديي الزهراء البتول، وغذيت بغذاء الكرامة من كف ابن عم الرسول، فنشأت نشأة قدسية، وربيت تربية روحانية متجلبة جلابيب الجلال والعظمة، مرتدية رداء العفاف والحشمة، فالخمسة أصحاب الكساء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين. تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر، وذكر بعض حملة الآثار أن أمير المؤمنين عليه السلام لما زوج ابنته من ابن أخيه اشترط عليه في العقد، في عقد الزواج وضع شرط. ما هو الشرط؟ قال له: إذا أرادت ابنتي زينب أن تسافر يوما ما مع أخيها الحسين فيجب أن تسمح له. وكان هذا الشرط في عقد زواج زينب صلوات الله عليها من ابن عمها، كما اشترطت هي أيضا على أخيها الحسين عليه السلام قبل أن تذهب إلى بيت زوجها، اشترطت أن يأتي لزيارتها في كل يوم. قالت: أنا أشترط عليك أن تأتي كل يوم لزيارتي. فهذان الشرطان كانا في عقد زواج زينب صلوات الله عليه. وكان عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة. لما سافر المسلمون لأرض الحبشة ولد هو هناك، وكان ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحفظ حديثه، ثم لازم أمير المؤمنين ثم الحسنين وأخذ منهم العلم الكثير.
إن الملفت في شخصية السيدة زينب عليها السلام هو امتزاجها بالحركة الإسلامية منذ صغر سنها إلى حين وفاتها. لا يستطيع أي إنسان أن يتكلم عن حياة السيدة زينب بمعزل عن الإسلام وبمعزل عن الحركة الإسلامية. الآن عندما تريد أن تتكلم عن أي شخص، عن أي شخصية في التاريخ، عن عالم من العلماء، عن قائد من القادة، ممكن أن تتكلم عن حياته الشخصية، تسمى الحياة الشخصية لهذا القائد والحياة العملية للقائد، صحيح؟ في كل الكتب هكذا يكتب، الحياة الشخصية، يعني كيف كان يتعامل في منزله، في عائلته، في أوقاته الخاصة، ثم الحياة العملية في العمل. هذا الفرق لا يمكن أن تجده في شخصية السيدة زينب عليها السلام، فكل حياتها كانت للإسلام، وكل حركتها كانت من أجل الدين. فقد واكبت الأحداث بعد شهادة جدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وشهدت ما جرى على والديها من ظلم واضطهاد، وكانت في عمر 7 عندما خرجت مع أمها الزهراء صلوات الله عليها إلى المسجد يوم خطبت الزهراء بالجموع. كانت 7 وخرجت مع أمها وحفظت تلك الخطبة الفتكية عن فاطمة عليها السلام. ونحن عندما نذكر الأم والبنت نجد في شخصيتهما العلمية والعقلية والروحية القدوة ليس فقط للنساء بل لكل المسلمين، حيث أن الانطلاق كان من قاعدة الإيمان ولأجل الإسلام، وهذا هو دافع حبنا لأفراد هذا البيت المطهر. إننا نحبهم ليس فقط حبا عاطفيا، وإنما حبا عقليا رساليا يدور حول محور الإسلام وتعاليم السماء. بعض المساكين يشكلون علينا، يقولون أنتم تحبون أهل البيت عليهم السلام حبا عاطفيا بعيد عن العقل. نحن نقول لهم كيف يمكن لإنسان أن لا يحب أفراد هذا البيت؟ لا يمكن لأي إنسان عندما يقرأ سيرة هؤلاء وتاريخ هؤلاء العظماء إلا أن يحبهم. ولكن حبنا لهم ليس فقط حبا عاطفيا، وإنما هو حب العقل، وهو حب الرسالة، وهو حب الإسلام، وهو حب الإنسان، حب الإنسان، لأننا ننظر إلى الإنسان قبل أن ننظر إلى الأديان، قبل أن ننظر إلى دين الشخص ننظر إلى إنسانيته، فننطلق معه من إنسانية، من هذه الإنسانية نحو الدين الصحيح. ولذلك تشوف أنت كثير من الناس عبر التاريخ حتى من غير المسلمين جاءوا ومدحوا أهل البيت عليهم السلام، حتى من غير أتباعهم، من غير أتباع أهل البيت، شوف التقدير والاحترام. يعني المقام الموجود اليوم في مصر عندهم مقام ينسب إلى السيدة زينب عليها السلام ويسموها بأم هاشم. إذا اعترضتهم أي مشكلة يذهبون إلى مقام أم هاشم ويدعون عند الله، ويدعون في ذلك المقام لله عز وجل بواسطة السيدة زينب، حتى وهم ليسوا من الشيعة. والاحتفالات بمولدها تقام هناك
في ذلك المكان الذي يجتمع فيه المسلمون على حبها. فمستحيل أي إنسان أن لا يحب أهل البيت عليهم السلام. شوف حتى بعض الكتاب والشعراء عندما غير المسلمين عندما جاءوا ونظروا إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام لم يستطيعوا إلا أن يكتبوا عنهم. الشاعر بولس السلام المسيحي كتب قصائد عن أمير المؤمنين عليه السلام. الكاتب المعروف جورج جرداء كتب كتب، وأهم كتاب هو علي صوت العدالة الإنسانية عن أمير المؤمنين عليه السلام، الذي أخذ صدى واسع في العالم العربي والإسلامي، لأنه إنسان مسيحي يكتب بهذا الأسلوب عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقد تكلم هو قال منذ سنوات أنه بعد أن انتشر هذا الكتاب علي صوت العدالة الإنسانية جاء إليه بعض العرب من الخليج وقالوا له نحن على استعداد أن ندفع لك كل الأموال التي تريدها، فقط اكتب كتاب عن فلان. قال قلمي لا يستطيع أن يكتب عن أحد بعد أن كتب عن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا نحن حبنا لأهل هذا البيت ليس فقط حبا عاطفيا، وإنما هو حب العقل وحب الرسالة. ولذلك أيها الأحبة نقول أن العاطفة وحدها لا تكفي في ادعاء التبعية لأهل البيت عليهم السلام. فكثر هم الذين قالوا أن الصلاة خلف علي أتم، يعرفون ذلك أن الصلاة هي أتم وأفضل وتقبل خلف علي، ولكن الطعام عند معاوية أدسم. فعاطفيا كانوا مع علي، ولكن يذهبون إلى الطعام الأدسم والجلوس على التل أسلم. عند وقوع المشاكل يجلسون على التل. وكثر هم الذين كانت قلوبهم مع أهل البيت ولكن سيوفهم عليهم. الفرزدق عندما كان على الطريق الإمام الحسين قادم إلى كربلاء فالتقى بالفرزدق، قال له كيف تركت أهل العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك، عاطفيا هم معك يبكون. وكثر هم الذين قتلوا أفراد هذا البيت وكانوا يبكون عليهم. عمر بن سعد قائد جيش يزيد كان يبكي على قتل الحسين عليه السلام، يبكي بعد شوية يلطم يعني على, على, على قتل الحسين. ماذا يفيده هذا الأمر وماذا تفيده هذه العاطفة؟ فالمسألة ليست فقط في ادعاء الحب العاطفي البعيد عن العقل، وإنما المسألة أن تكون في خط الحركة الإسلامية، وجزءا منها عندها تكون بحق من أتباع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ما نتعلمه من عقيلة الهاشميين عليه السلام، الذي لم يشهد أحد عبر التاريخ ما شهدته من مصائب حتى لقبت بأم المصائب. كيف يمكن لعقل أن يتصور مدى تحمل هذه المرأة العظيمة؟ كانت صورة رحيل جدها تتجدد أمامها مع أفول كل قمر، وثم رحيل أمها مكسورة الضلع، ورحيل والدها مدبور الرأس، ورحيل أخيها مسموم الكبد، ومن ثم مشاهدتها للفاجعة الكبرى يوم عاشوراء. هذه الحوادث التي لا تستطيع الجبال تحملها، ولا أستطيع الآن
في هذا الموقف بيان قسوتها تحملها قلب زينب سلام الله عليها. ورغم صعوبة تلك الفاجعة العاشورائية إلا أنها وقفت بكل قوة وعزة وصلابة وإباء وحملت رسالة الحسين، فكانت سلام الله عليها صوت الثورة الناطق الذي صدح في الأرجاء وزلزل عروش المستكبرين والطغاة. أيها الأحبة، إننا ندين لزينب عليها السلام بالشكر والوفاء، فكل الانتصارات التي حققناها وسوف نحققها إن شاء الله مدينة لزينب عليها السلام. فلولا زينب لما وصلت رسالة سيد الشهداء صلوات الله عليه إلينا. وكما أن زينب حمت ثورة الحسين عليها السلام، فإنها اليوم تحمي ثورة عشاقه الذين هبوا من عرينهم في أرجاء الشام، الذين جسدوا لنا أروع صور التضحيات والوفاء، وسطروا للأمة دروسا في العزة والإباء، وعلمونا بحق كيفية اتباع محمد وآل محمد. وسلام الله وصلواته على قلبك يا زينب يا أم المجاهدين، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله صلي على